بستوريهات على انستغرام شكر كل من أنس وبيسان المتابعين على دعمهم لبيسان بكل خطواتها الجديدة، وخاصة بانضمامها لبرنامج بوليفارد المواهب اللي عم يعرض على قنوات الام بي سي. فبيسان صايرة حديث الناس بأدائها الرائع على المسرح بصوتها العذب والجميل، وأيضا شكروا الجمهور على تفاعلهم الرهيب على آخر فيديوهات نزلوها مع بعض على تيك توك. هاي مساء الخير، كيفكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. جايينكم اليوم بموضوعين. الموضوع الاول بدنا نشكركم على دعمكم الرهيب، بتجننوا والله. كل مكان باليوتيوب في التيك توك. امبارح نزلت فيديو على التيك توك، امبارح راح يصير 10 مليون في يوم واحد، خلال يوم واحد و500 الف لايك. صراحه هذا الشيء خرافي، يعني دعمكم بجنن. حتى اليوتيوب بخمس ايام الفيديو واصل 3.7 مليون. عن جد كتير بتجننوا، شكرا كتير لكم. بتجننوا، اقوى متابعين بالسوشيال ميديا، بحبكم كتير. طبعا حبيت اقول لكم شغله، بس فوز بيسان بالبرنامج معتمد عليكم انتم. لازم تتابعوا بيسان بكل مكان بالسوشيال ميديا، على تويتر، على الانستغرام، على السناب شات، على اليوتيوب، على الفيسبوك. بعد هاي الستوري حنزلكم كل حساباتي. هذا الفيديو اللي أثار الجدل بشكل كتير كتير كبير وحقق 10 مليون مشاهدة لحد الآن خلال يومين فقط. وأيضا هذا الفيديو واللي كان عنوانه بيسان بدي أخطبك، واللي حقق 6 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط. فأنس وبيسان عم بيلمحوا على علاقة الحب اللي بينهم بشكل كتير كبير، وخاصة على تيك توك، وعم بيلمحوا عن إمكانية أنه تكون في خطوبة بينهم مستقبلا. فشو رأيكم أنتوا بهذا الموضوع؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات.